ولازم المرأة تؤمن في هذا المجتمع. آه لازم يبقى ليها كيان في هذا المجتمع. يا أخي ده اللي بيخدم في مصلحة ما وهو بيقبض مرتب، يعني بيروح في شركة من الشركات، مؤسسة من المؤسسات، وزارة من الوزارات، بيروح من 8 ل2 ولا من 8 ل3 بياخد مرتب شهري ومكافآت وعلاوات وكده يعني، وبيجي اخر المدة بتاعته بيدوله ايه بقى؟ بيدوله مكافأة نهاية الخدمة. صح ولا لا؟ مكافأة نهاية الخدمة. الست اللي شريكة معاك في كفاحك هي السبب في نجاحك. انت ما عرفتش تنجح الا عشان في حد متولي شؤون اولادك وشؤون حياتك في البيت. بتروح ترمي هدومك وهي بتغسلها لك وبتطبقها لك وبتكويها لك، بتعمل حاجات كتيرة قوي. لما انا بلاقي الحالة بتاعت منى دي داخل المجتمع، ان واحدة عاشت خادمة طول عمرها، ست اتجوزت عاشت خادمة تخدم الكبير والصغير في البيت، ولا فاضية تخرج ولا فاضية تتفسح، والراجل يخرج ويتفسح وهي قاعدة بالعيال، قصة ما يعلم بها الا ربنا. وبعدين في النهاية يكون ده جزاءها انها تترمى في الشارع. طب نعمل معها ايه بقى؟ لا ده كمان ممكن يبقى رماها في الشارع ومش مطلقها، فبالتالي لا ليها معاش ولا اي شيء. ينفع يا حضرات تكون دي نماذج موجودة في المجتمع؟ لا حرام. انا ما بقولش ان المجتمع كده، انا بقول ان في نماذج كده، في حالات كده، وما يرضيش ربنا ان تبقى في حالات كده. لما النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بتقوى الله في الضعيفين اليتيم والمرأة، يبقى لا خير في أمة يهان فيها يتيم، كما أنه لا خير في أمة تهان فيها امرأة، سواء الامرأة دي بنت. لا خير في بيت تهان فيه البنت. ازاي تهين بنتك؟ وازاي تفضل الواد عليها؟ وازاي تذل أنفاسها؟ وازاي تعالى حبيب بابا، روح قلب بابا، حياة بابا، امشي يا بنت اعملي مش عارف ايه، ازاي يعني؟ والله ما يرضى ربنا، والله ما يرضي ربنا. لا خير في أمة تهان فيها الأنثى، أيا كانت الأنثى دي بقى، بنت، أخت، أم، زوجة، جدة، عمة، خالة، جارة، موظفة، أيا ما كان. لما النبي يوصينا بدول يبقى لازم ناخد بالنا من دول. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، يبقى لازم نستوصي بهن خيرا، لازم ناخد بالنا منهن. والله العظيم يا حضرات اقسم لكم على الهواء، والله الكلام ده انا ما مرتبه، بيخرج كده بتلقائيه وبعفويه مني، والله ما احد يكرم امراه الا ربنا يكرمه، والله ما احد يكرم امه الا وتتفتح له طاقه القدر زي ما بيقولوا، والله ما احد يكرم زوجته او بناته او اخواته ويبقى خيره لاخواته والبناته وزوجته وحماته ومامته كده يعني، ها والله ربنا بيكرمه ويبسط له الرزق ويغدق ويجزل له العطاء سبحانه وتعالى. وقلت من قبل اوعى تنسوا الجملة دي، والله ربنا اذا اعطى ادهش. يا اخي ده ديننا، ده والله ده دين رائع، والله شريعة جميلة. يا اخي بقول لك حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك لك بها صدقة. يا اخي ده بيراعي الامور المادية والامور المعنوية. شو لا خادي كولي، ده انا دافع فيه دم قال، انتوا مش عارفين انا بشقى ازاي، شايفين انا بتعب ازاي، ايه يا عم هتسممنا عشان جايب لنا لقمه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شوف النبي بيقولك مش مجرد انك بتجيب لها اكل، حتى اللقمه تضعها في فم زوجتك، انك تشيلها تحطها في بقها، ها لك بها صدق. يا اخي ده اللي داخل على زوجته بورده، والله في ميزان حسناته ورده، معيش تمنها. روح قول بتاع محل الورود كده الله يسترك، والله تديني ورده، هدي بقى مراتي اصل ما عنديش، هديك ورده، هديها بكلمه طيبه، هديها برساله تليفون. فاحنا عايزين المجتمع، انا بناشد المجتمع اللي يخاف ربنا، المجتمع اللي عارف ان بكره او بعد بكره والله العظيم سنقف بين يدي الله. والله وقفوهم انهم مسؤولون، كل واحد يقف قدام ربنا، وكفى بنا حاسبين، وربنا اللي هيحاسب ما حدش تاني. أيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. احنا هنقف بين يدي الله. فأنا بناشد المجتمع اللي في الضمير ده، اللي عارف انه هيقابل ربنا، نقول له اتق الله في الضعيفين، خد بالك من اليتيم، خد بالك من المرأة، اتق الله في وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام.